لا تقوم ولا تقعد ولا تمشي في قاع. قلب فقط يخطر عليه الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد وخذ لك 10 صلوات من الله، كل صلاة من ربك لا تساويها السماوات ولا الأرض ولا يقوم لها شيء من ربك جل جلاله. قال ولو جمعت عبادة المتعبدين من أيام آدم إلى أن تقوم الساعة لكانت صلاة الله فوق ذلك. هذا عمل الخلق وذا عمل الخالق، كيف يستوي؟ ما يمكن هذا يستوي هذا مع هذا، هذا عمل الخالق جل جلاله وتعالى في علا. وتحصل هذا كله في لحظة بتصليها على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وسر الصلة هناك يقول إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.